السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم كلكم. شفتوا الحراق امبارح في تمرين النادي الأهلي؟ الناس اللي كانت عمالة تقولك إن نادي الزمالك بيفاوض محمد شريف وعايز ياخده من النادي الخليجي وعايز 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 وعايز. محمد شريف امبارح رد عليهم كلهم بزيارته للنادي الأهلي وتدريب النادي الأهلي في استاد التتش، ومقابلته الكولر والأحضان والسلامات والترحيب اللي كان لمحمد شريف في بيته امبارح في النادي الأهلي. ده ردا بس كده للناس اللي هي عايزة تخش في الليلة وتعمل ترند وتهري وخلاص. قالوا لك محمد شريف الزمالك هيتعاقد معاه ب 45 مليون جنيه في السنة، ومحمد شريف قال له خلص نفسك من النادي الخليجي، النادي الزمالك قال له خلص نفسك من النادي الخليجي وتعال بس مالكش دعوة، وهنعمل لك عقدك زيك زي زيزو. طب كنتوا اعملوا الفتوح زيه زي زيزو الأول اللي انتوا عرضتوا له البيع، ورجعتوا في كلامكم ورجعتوا شغل حنفي رجع من تاني. تمام، ده كانت زيارة امبارح لمحمد شريف، وكانت زيارة مفاجأة وكانت جميلة جدا وكان شكلها حلو جدا، وكل الإعلام تناولها امبارح. ها، وطبعا ده كان خزي بقى وعار للناس اللي هي بتطلع الإشاعات والكلام. زيها زي ايه بالظبط؟ زيها زي ايه؟ زي عمر كمال عبد الواحد. كلكم عرفتوا ان عمر كمال عبد الواحد خلاص بقى لعيب في النادي الاهلي. كله كان بيقول لك عمر كمال ماضي للزمالك، والزمالك اقول لك احنا مخلصين مع عمر كمال، وجايبين له الاعلان وهو ماسك تيشيرت الزمالك، وانه ماضي، وان الزمالك موقف الصفقة عن النادي الاهلي، وان الزمالك طلع الاستاذ وليد دعبس رئيس مجلس ادارة مودرن فيوتشر، ها، مع الملعب مع مهيب، ووضح كل حاجة. قال لك الزمالك ما فيش اي تواصل بيننا ولا اي عرض من الزمالك، والزمالك هيقدم عروض ازاي وعايز لعيبه ازاي وهو ما عندوش قيد اصلا. اسمعوا الفيديو ونرجع لبعض تاني. دكتور وليد، نقول خلاص مبروك انتقال عمر كمال عبد الواحد. الحمد لله، عمر كمال عبد الواحد تمت الصفقه، وان شاء الله هيبقى موجود في الاهلي باذن الله. واحنا خدنا 3 لعيبه مكان عمر لمده 2.5 سنين. الـ3 لعيبه زعلوك ورشدان بالظبط، وكباكا كباكا تقريبا وكباكا وكباكا. طيب يعني هما في هما بص هو بص يا مهيب، هما في مراكز احنا محتاجينها اكيد، ويعني زي ما احنا اتفقنا من اول لحظه ان عمر كمان لعيب طبعا كبير ودولي، وكان مطلوب انه يروح الاهلي، وهو كان عنده رغبه في النادي الاهلي، واحنا محتاجين اماكن معينه. والحقيقه التفاوض كان مع الاهلي تفاوض محترم، واداره الاهلي كانت اداره محترمه في التفاوض، لان انت عارف دايما لما الادارات بتتفاوض مع بعضها دايركت بدون بقى اللاعب وبدون الابواب الخلفيه والكلام ده، ده بيعبر ان دي ادارات محترمه بتتعامل مع بعضها، وده المطلوب في الكره المصريه في الفتره القادمه وعلى طول ان شاء الله. هو الزمالك دخل في الصفقه يا فندم؟ والله انا مش عارف الحكايه دي، يعني انا اتقالت لي كذا مره، بس لا يوجد اصلا اي كلام من الزمالك لصفقه عمر كمان نهائيا. دي واحد. نمره اتنين، انت عارف طبعا الزمالك عنده قيد لسه مقفول، يعني انا مش عارف ازاي كان هيخش يفاوض في حاجه هو قيد لسه مقفول. هيتفتح ان شاء الله وكل حاجه، ولكن مفيش اي حوار لهذا الموضوع من اول لحظه عمر كمان التفاوض معايا مع النادي الاهلي. طيب حضرتك قلت كلمة إن عمر كمال عبد الواحد كان مطلوب يروح الأهلي. يعني لا، هو رغبته يا مهيب. رغبته. في رغبة. رغبته هو. تمام؟ رغبة اللاعب دي واحد. نمرة اتنين، مصلحة نادي مودرن فيوتشر دي حاجة. نمرة اتنين. نمرة تلاتة، والحاجة المهمة كمان،
احنا عندنا، يمكن انا ذكرت معاك قبل كده الموضوع ده، وهو ان انا لازم يبقى النهارده لما تبقى حد واقف جنبي لازم اقف معاه. بعد كده مش ممكن يكون النادي الاهلي وقف جنب مودرن فيوتشر من اول ما انشئ لغايه النهارده ما بيتاخرش، لعيبه بيدهلنا اي حاجه بنطلبها بناخدها، زائد ان تعامل محترم بين الادارات وبعضها. طب انت النهارده لما تيجي بعد كده تفكر انك تعير لاعب او تسيب لاعب، هتسيبه للي بيتعاون معاك ايوه اكيد، ده امر طبيعي. مش تمام معقول النهارده هتبتدي تفكر في نادي ما بيتعاونش معاك خالص ازاي. فاحنا النهارده بنتعاون مع الانديه الشعبيه، دي حاجه مهمه قوي، سواء كان اهلي او زمالك. نتمنى طبعا ان شاء الله يبقى في تعاونات مع نادي الزمالك في يعني كانت المستقبل. صفقة عمر كمال عبد الواحد رد الجميل للنادي الأهلي. مش بس احنا بنقول ان لا هي ما جزء استفاد منها برضه. كده، وكمان الحاجه المهمه في الموضوع هي ان انا اخذت لعيبه انا محتاجها في مراكز معينه انا محتاجها، مع خطه مستقبليه اللي انا محتاجها برضه، السياسة. هل اللي هي الاعمار الصغيره. هل الزمالك طلب ناصر ماهر يا فندم؟ احنا ما عندناش حاجه رسميه دلوقتي، زي ما انا قلت لك الزمالك لسه حتى هذه اللحظه واحنا بنتكلم محدش وحضراتكم ادرى بهذا الكلام، ما لسه خدش ما فيش القرار. قيد، القيد مقفول. اي فلما يتفتح القيد اعتقد الزمالك ممكن يتكلم على اي حاجه. واحنا زي ما قلت لك احنا يعني بنحب نتعاون، طالما التعاون ده هيفيد ناديه وكمان هيفيد النادي الاخر ويكون في مصلحه اللاعب كمان. تمام. شفتوا الاستاذ وليد دعبس قال ايه؟ قال لك احنا بنقف مع النادي اللي وقف معانا. مهيب برضو عايز يحط السم في العسل كالعادة بتاعت الاعلام بتاعنا، يعني يقول له يعني عمر صفقة كمال عبد الواحد صفقة رد الجميل. قال له لا مش رد الجميل، مش بس كده، احنا النادي الاهلي من ساعة ما طلعنا، من ساعة انشاء نادي فيوتشر والنادي الاهلي واقف معانا، صفقات بناخد، اي حاجة بنطلبها من النادي الاهلي بناخدها، النادي الاهلي ما بيحش عننا حاجة. يبقى النادي الاهلي يوم ما يفكر نقول عايز لعيب من عندك احنا برضو ما نقصرش معاه، باللي يفيد النادي الاهلي واللي يفيد نادي مودرن فيوتشر. ما هي يعني عايز يقول له ان ما هياش مجاملات وخلاص، الاهلي ان كان بيديني لعيبة فبيديني لعيبة عشان تلعب وتظهر وبعدين بترجع له تاني وتاخد خبرة وبعدين ترجع للنادي تاني، وانت ان كنت بتاخد لعيب من عندي مثلا دولي زي عمر كمال عبد الواحد فبيفيدك للفترة لحد ما لعيبتك ترجع لك تاني. تمام. قال له احنا خدنا تلات لعيبة سنتين ونص اعارة واخدهم مودرن فيوتشر، قال لك احنا محتاجين التلات لعيبة دول في التلات مراكز دول، فاحنا خدنا اللعيبة اللي احنا عايزينها وادينا للاهلي اللعيب اللي هو عايزه، واحنا نتمنى ان يبقى في تعاون مع الانديه الشعبيه مع الاهلي وبرضه الزمالك ان شاء الله لما يفك القيد، ولو عايز اي حد يقدم طلب واحنا برضه هن ايه هنبص في الطلب، وبرضه لو نادي الزمالك عايز نتعاون معاه احنا ما عندناش مانع. نروح بقى للكابتن الهجاص اللي خلاص هيتحبس، رضا عبد العال كان عليه حكم وعليه قضية كان مفروض انه يحضر هو والمحامي بتاعه، ما حضرش، قال لك انا ما وصلليش اعلان وما اعرفش، والشغل القديم بتاع مرتضى منصور انتوا عارفينه. راحت المحكمة اختارته على العنوان الجديد اللي هو قاعد فيه، فرضا عبد العال اتأخر على العنوان، الجلسة يوم 3 الشهر الجاي. رضا عبد العال ان ما حضرش او ما جاش هياخد حكم وهيبقى مطلوب القبض عليه. ايه اللي يتم بقى في الموضوع ده؟ القضية مرفوعة من مين؟ من الكابتن مختار مختار والكابتن ربيع ياسين والكابتن عماد النحاس. كلهم لعيبة الاهلي بالمناسبة، يعني خدوا بالكم كده هتلاقيهم كلهم لعيبة الاهلي. رضا عبد العال عدو لكل ما هو اهلاوي، قال كل ما هو ما بيلبس احمر يعني. رفعوا عليه قضيه ليه بقى؟ كان طالع في برنامج مع ابراهيم عيسى، وكلكم عارفين ميول ابراهيم عيسى يعني. فراح له من الحته اللي بيلعب فيها بقى، ف
فجات السيره والبتاع والاهلي واللعيبه والكابتن مختار والكابتن ربيع، قال له يا باشا دول اخوانيين، دول اخوانيين وكانوا بيرقصوا في رابعه وكانوا بيعملوا في رابعه وكانوا، وقال كلام لا يليق اصلا ان هو يقوله. الناس لا ردت ولا عملت، راحت رافعه قضيه على رضا عبد العال، والقضيه من ساعتها شغاله، والقضية ماشية في الرتوش الأخيرة. رضا عبد العال لو ما حضرش بالمحامي بتاعه يوم تلاتة هياخد حكم وهيبقى ورا القضبان. تمام؟ إيه اللي يتم بقى في الموضوع ده؟ إيه اللي يتم إنه يوسط ناس ويعتذر ويعمل فيديو اعتذار للناس دي، ها؟ عشان الموضوع يتحل، ويوسط ناس مقربة ليهم وناس بتقدرهم إن هما يحلوا المشكلة دي. رضا عبد العال ان مططاش للموجه دي وحل المشكله باعتذار، ها، الدنيا هتبقى وحشه معاه جدا وهياخد حكم، هياخد حكم. تمام؟ اخر حاجه بقى نختم بيها الحلقه، منتخبنا ان شاء الله ختم تدريباته خلاص، النهارده الافتتاح بتاع بطوله امم افريقيا مع كوت ديفوار النهارده الساعه 10 وغينيا بيساو. تمام؟ منتخبنا إن شاء الله هيفتتح ماتشته بكرة الساعة 7، هيلاعب موزمبيق، وإن شاء الله خير. إحنا دايما كل ما بنقابل موزمبيق بيبقى وشها حلو علينا وبناخد البطولة بإذن الله. المنتخب إن شاء الله بإذن الله بكرة الساعة 7، ويا ريت يا جماعة كلنا نقف ورا المنتخب. مش عايزين نقد الفيتوريا دلوقتي، مش عايزين نقد لأي لعيب، مش عايزين أي حاجة، كل 11 لعيب هينزلوا فهم رجالة وإن شاء الله هيأدوا اللي عليهم. خلاص وقت بقى إنه خد فلان وما خدش فلان، خلص الكلام ده، ما منوش فايدة. اللي إحنا المفروض نعمله دلوقتي إن إحنا نقف ورا المنتخب، نقف ورا المنتخب عشان يرجع إن شاء الله بالبطولة أو يوصل لأبعد مسافة في البطولة. شكرا لكم يا جماعة، وبعد إذنكم لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس.